ينظم مجلس التنمية الاقتصادية زيارة إلى جمهورية الهند للترويج لاقتصادي مملكة البحرين، تتركز أعمالها في مدينة مومباي، وذلك ضمن مساعي المجلس لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والخارج واستقطاب الاستثمارات للمساهمة في خلق فرص عمل في السوق المحلية. بدأ مجلس التنمية الاقتصادية أعمال الجولة الترويجية الاقتصادية إلى جمهورية الهند، حيث وقع المجلس مذكرة تفاهم مع حكومة مهارشترا في مدينة بومباي الهندية للتعاون بين البلدين في قطاع التكنولوجيا المالية. ويصب توقيع مذكرة التفاهم هذه في أهداف مجلس التنمية الاقتصادية المتمثلة في استقطاب الاستثمارات للمساهمة في خلق فرص عمل في سوق مملكة البحرين. وتهدف مذكرة التفاهم هذه لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند من خلال زيادة الوعي والتثقيف بالبيئة التنظيمية الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية، وتبادل زيارات الوفود، وتسهيل التعاون بين الأطراف المعنية مثل المؤسسات المالية والجامعات ومؤسسات البحث وخبراء التكنولوجيا والجهات الحكومية. وستعزز الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والهند من استقطاب الاستثمارات والابتكارات التي ستطور من التكنولوجيا المالية في البحرين التي تعتبر أحد أهم ركائز مستقبل القطاع المالي، حيث عرفت البحرين منذ فترة طويلة بكونها المركز المالي للمنطقة، وتعزز ذلك مع إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بداية هذا العام، حيث أصبحت البحرين واحدة من أكثر الدول الداعمة والحاضنة للتكنولوجيا المالية في المنطقة، ومركزا رائدا للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.